نظم القطاع النسوي بجمعية الأقصى في وادي حضرموت حفلا جماهيريا احتفاء بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الصهيوني. وتخلل الحفل عددا من المشاركات الفنية والمشاهد التمثيلية التي تحاكي واقع أبناء غزة في ظل الحصار المفروض عليهم. وندد المشاركون في الحفل بجرائم الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح وقطاع غزة، مطالبين بضرورة إنهاء الاعتداءات المتكررة. مهرجاننا هذا تحت شعار لبيك يا أقصى. هذا ليس المهرجان الأول للجمعية التي تقيمه القطاع النسائي، وإنما هذا المهرجان جاء على عجالة، وهذا المهرجان هو تضامنا ومساندة ونصرة لإخواننا في غزة وفي الأقصى وما يعانونه من تدمير وقتل وإبادة من عدو غاشم لا يعرف للناس حرمات. مهرجاننا هذا تضامنا ونصرة لهم وما يعانونه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن يمن الإيمان: هم أهل المدد، هم أهل المدد. فنحن بإذن الله نكون لهم أهل المدد.